بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح النهاردة ان شاء الله طريقة توثيق حسابات الانستجرام. تابع معايا لاخر الشرح وان شاء الله هشرح طريقتين ازاي توثق حساب الانستجرام. ياريت قبل ما ابدأ الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو علشان اعرف كل اللي بيتابعوني. مثلا انا فتحت هنا حساب الانستجرام، ده الاكونت نفسه زي ما انت شايف، ده متوثق بالعلامة الزرقاء هنا زي ما انت شايف هنا متوثق. طبعا في طريقتين علشان توثق حساب انستجرام. اول طريقه انك تكون موثق صفحه الفيسبوك. طبعا صفحه الفيسبوك لما تيجي تتوثق على طول لو ربطتها بحساب بيزنس على الانستجرام بيتوثق علامه صح الزرقاء. طبعا علامه صح هنا بدل متوثقه على الفيسبوك هو على طول بيتوثق على الانستجرام. دي كده الطريقه الاولى زي ما انت شايف، انا قلت لك تتوثق حساب الفيسبوك، صفحه الفيسبوك تربطها بحساب بيزنس على الانستجرام توثق صفحه الانستجرام. طيب تعال نشوف الطريقه الثانيه، ودي طريقه الانتحال. طريقه الانتحال ديت انت في حد بينتحل شخصيتك على صفحه الانستجرام، فده برضو بيتم عمليه توثيق. في ناس جربتها، انا صراحه ما جربتهاش بس في ناس جربتها ونجحت معاها الفكره. طيب نشوف، انت هتدخل على لينك موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتفتح الصفحه دي كده، بعد كده تضغط على واتس بروفايل بيج، ما هو الصفحات الموثقه. طبعا هنا شرح الصفحات الموثقه ولك يعني هيعطيك العلامه الزرقاء للحساب انستغرام. طبعا هنا تحت بيقول لك احنا هنعدي كل ده، ضعف اعتبارك انه لا يمكنك نقل اشاره تم تحقيق او بيعها الاعلان، وقد يؤدي ذلك الى ازاله الاشاره او انهاء الحساب. ما يمكنك فعله اذا قام بشخص بانتحال شخصيتك او شخص تعرفه. طبعا هيعطيك الشارة الزرقاء لو في شروط احد انتحل شخصيتك او شخص تعرفه. طبعا شخصية يعني ان هو ينتحل شخصيتك يكون الاكونت بتاعك انت تكون مشهور، او يكون الاكونت يعني واخد متابعين كتير جدا فوق نص مليون مثلا، ده ممكن يبدأ يتوثق معاك الحساب بس بطريقة الانتحال لو حد انتحل شخصيتك. انا هضغط على انتحال شخصيتك هنا. هنا يقولك ابلاغ عن التطبيق، هنا ده التطبيق، هتملى البيانات هنا. طبعا ده الاكونت الانستجرام، هتعدي كل ده، هتروح هنا يقولك if you have trouble uploading ID from your phone try submitting this form from the computer. طيب ده معناه ايه؟ انك بيقولك ارفع الهوية بتاعتك علشان تثبت ان الاكونت بتاعك يعني يكون اثبات شخصية، انه يبقى الاكونت الرسمي الخاص بيك. طبعا هتضغط على this form، هتملا هنا البيانات، هتضغط عليها، هتضغط على someone created an account pending to be me or a friend. طبعا ده ينتحل شخصيتي او شخصيه غيري. طبعا لو قلك عندك اكونت على الفيسبوك هتقول له yes. تمام، هتملا هنا البيانات اللي هيطلبها منك. تابع معايا، اول حاجه your full name، هتكتب هنا اسمك بالكامل. تمام، هنا هتكتب البريد اللي هيتواصلوا معاك بيه على طول. تالت حاجة هتكتب هنا اللي هو اليوزر او الاسم الحساب اللي بينتحل شخصيتك، وانت هتلاقيه موجود جنب الصورة زي ما انت شايف هنا، هتلاقيه موجود جنب الصورة او هتلاقيه في اليوزر هنا موجود فوق هنا اللي هو اللينك المخفي ده بعد instagram.com. هتنسخ اليوزر ده وهترفعه هنا. تمام، بعد كده هترفع الهوية الخاصة بيك، بس شرط يكون بنفس الاسم الصفحة او اسم الحساب الخاص بيك، وكذلك تاريخ الميلاد يكون الهوية بتاعتك وتكون مظبوطة، وريت تصورها سكانر علشان تتقبل وتبقى بشكل اوضح بالنسبة لهم. هنا انستجرام يوزر نيم اوف ريبورتنج اكونت، ده الحساب المبلغ عنه، هتكتب هنا اليوزر نيم بتاع الحساب الخاص بيك. وقلت لك هنا تبعت الهوية، لازم اهم حاجة وشرط تكون الهوية يعني تكون مقبوله ومتصوره سكانر زي ما انا قلت. بعد كده هتكتب هنا في الديسكربشن، هتدخل على الرابط موجود في الديسكربشن اسفل الفيديو، هتنزل تحت خالص هتلاقي الرساله ديت، حاول تنسخها زي ما انت شايف واعمل لها كوبي كنترول سي، واروح هنا على الديسكربشن كنترول دي. طبعا انا هحاول اعدل الرساله اللي انت هتبعتها ديت عشان تكون مقبوله بشكل افضل. هنا اكتر 120 تطبيق لو انت احتجت تليفونك اندرويد. لو انت احتجت تجميع التطبيقات هتضغط هنا، هتخش على تجميع تطبيقات محترمه ولينكات مباشره، وياريت تشاركنا برايك تحت في التعليق علشان اعرف كل اللي بيتابعني واللي دخل على المدونه. طيب تعالوا نرجع لشرحنا تاني، بعد ما خلصنا كل البيانات ومالينا كل البيانات هنا اضغط على سند
وتنتظر الرسالة اللي هتوصلك على حساب الجيميل او البريد اللي انت كتبته فوق هنا بالرد على توثيق الاكونت بتاعك او الغاء التوثيق. طبعا وبنسبة 80% ممكن الحساب يتوثق، طبعا زي ما انا قلت لك لو حسابك مشهور او عليه متابعين كتير. وبالنسبة للرسالة اللي انا بعتها دي بتتكلم عن ان الشخص ده بينتحل شخصيتي وينتهك حقوق الانستجرام. I was to decomment my account. هي verified. هي decomment my account. بعد كده اضغط على send. كده شرح. انت لو عجب الفيديو ما تنساش اعمل سبسكرايب وشير، واشوف الحلقة الجاية ان شاء الله. ولو احتجتوا اي حاجة كلموني في التعليق تحت. سلام.